الأولويات الأمنية الأوروبية للسنوات الخمس المقبلة تم عرضها مفصلة هذا الثلاثاء في البرلمان الأوروبي المنعقد في جلسة عامة في ستراسبورغ. تلا الأولويات الأمنية الأوروبية نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز. نريد المزيد من التبادل للبيانات والمزيد من التعاون العملاني والقضائي. الوكالات الأوروبية الأمنية يجب أن تفعل وتجهز وتتعاون مع بعضها البعض بشكل فعال. أحزاب الخضر في البرلمان الأوروبي انتقدت غياب الجديد في طروحات المفوضية الأوروبية، وقال النائب البلجيكي الأوروبي فيليب لامبرت: عندما نتطلع إلى الاعتداءات على شارلي إبدو وإلى الاعتداءات التي حصلت في بريطانيا وإسبانيا، نلاحظ أن المعتدين كانوا معروفين ولم يتم تجنب الاعتداءات بسبب عدم وجود معلومات مخابراتية، بل لأن هذه المعلومات لم تستغل كما يجب. رئيس مجموعة النواب الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي جياني بيتيلا أثنى على التدابير التي عرضتها المفوضية الأوروبية. من الضروري أن تدعم الأجهزة المخابراتية وأن يتم التعاون بين هذه الأجهزة في كل بلدان الاتحاد الأوروبي والدول المعنية بهذه المواضيع الإرهابية في حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلينا أن ندعم أيضا حوار الأديان. وفي مجال الأولويات الأمنية تبقى العاصمة الفرنسية باريس تحت المراقبة الأمنية المشددة.